السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أمل جرمان. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحوال جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم دجاجة محمرة في الفران بواحد التتبيلة خطيرة كتجي من ألد ما يكون، وغادي نشوفوا حتى البطاطا اللي شاركت معكم في الفيديو ديال الطاكوس، وتقريبا أغلبية التعليقات كانوا كيطلبوا بها. غادي نحضروا حتى روز المطاعم كيجي صراحة لذيذ بزاف، وكنقدروا نرافقوه مع جميع المشويات ديالنا سواء اللحم أو الدجاج أو الحوت. فما نطولش عليكم، نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي التحضير ديال التتبيله اللي غادي نشربوا بها هاد الدجاجه. بالنسبه للوزن ديالها تقريبا فيها 1 كيلو ونص، مغسوله مزيان. راه كلشي كيعرف غسل الدجاج مرقده في الحامض، انا كندير فيها الحامض والليمون والسكينجبير والملحه، وكنخليها تقريبا واحد ساعتين حتى اللون ديالها بحال هكا كيبيض وكتولي فيها واحد الريحه زوينه. غادي نحتاج هنا واحد نص بصله معين، ما كبيره ما صغيره، ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه، وواحد فلفله حمراء كبيره اللي مقطعه منقيه ومقطعه ومحيدين لها داك الضلوع البيضي. وغادي ندير حتى نص فلفله حاره للناس اللي كيعجبهم الحار، راه ما كتبقاش مجهده لان غادي نديروا الحامض في شرموله، فما كتبقاش مجهده تعطي واحد النكهه زوينه. اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وغادي نحتاج هنا معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ما عامراش البزار، انا عندي هنا مخلط فيه البزار الابيض والكحل، وشويه ديال الملحه. وغادي نحتاج هنا واحد نص كاس صغيور ديال فيه العصير ديال الحامض والليمون، كنخلطهم بجوج كيعطيو واحد النسمه خطيره في التتبيله هذه. وعندي هنا نص كاس صغيور ديال زيت الزيتون. غادي ندير داك المكونات كامله في الكاس ديال العصير وغنطحن كل شيء بحال هكا. غادي ندير التوابل، وباقا غادي نزيد التوابل اخرين حتى المرحله الثانيه، غادي نوريكم علاش. داك الزيت انا دايره غير زيت العود بوحدو، اللي بغى يدير الزيت النباتيه ممكن الحامض والليمون. صافي ونطحن الكل. طحنت داك الخلطه، نقص منها، خديت واحد الشويه تقريبا ماشي النص، قل من النص واحد الشويه، غادي نوريكم شنو غادي ندير به. وغادي نكمل البقيه ديال التوابل. عندي هنا سيس فوكس الكاميرا، عندي هنا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القزبر حبوب، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الخرقوم اولا ديال الكركم. غادي نزيدو على داك العناصر الاخرى. وعندي هنا واحد شويه ديال الزعفران شعره اللي مرقده في مويها باش يطلق داك الصفوريه ديالته. هذا اختياري كان، هو هذاك ما كانش ماشي مشكل، هو كيعطي واحد النسمه اللي رائعه. ممكن نعوضوه بالضويمه الناس اللي كيديروا الضامه. صافي وغادي نعاود نطحن. صافي ملي وجد داك الشرموله غادي نشرملو الدجاجه. ديجا ثقبت لها الصدر ديالها والفخاد، يعني حيدت الجلده وثقبت باش ما نقطعوش الجلد. صافي وغادي نخوي داك التتبيله الرائعه بحال هكا على الدجاجه كامله. كتجي البنات فعلا واحد الخلطه اللي خطيره بزاف، كتعطي واحد النكهه في الدجاج يا سلام. كنصحكم وبشده انكم تجربوها. كنشرمل الدجاجه ديالي مزيان، ما نقدرش نصور لكم الريحه اللي طالعه من الدجاجه، باقا ما طابتش. غادي نخلي الدجاجه ديالي نغطيها ونخليها واحد ساعتين، كان عندي الوقت حتى لثلاثه ديال السوايع. فعلا كون ما خليناها كون ما كتشرب وكتجي بنينه. غادي ندوزو نحضروا الصلصه المرافقه للدجاج والبطاطا. هذا داك التتبيله، داك شويه ديال التتبيله اللي خديت في الاول، غادي نزيد عليه المايونيز. المايونيز اللي مصاوبه حتى هي في الدار، ان شاء الله نشاركها معكم شي فيديو، كتجي رائعه. غادي ناخذ بحال هكا واحد جوج معالق كبار، كتجي كتشبه الصوص الجيريان في المذاق، ولكن شويه مختلفه عليها لان فيها الثومه. كتجي بنينه بنينه بلا قياس البنات هاد الصلصه، وساهله دغيا كتوجد، يعني ما كنحتاجوش نطيبوا شي صوص واحده اخرى، غير هذه كتجي رائعه، كتجي بنينه بلا قياس، وكتجي بحال داك الصلصات اللي كيتباعوا. خديت الكسكاس، انا غادي نبخر هاد الدجاج على غادي ندخلو للفران. الا عندكم الوقت دخلوه للفران، كديروا في اللاطه ديال الفران، كديروا له الورق ديال الفرن، وكديروا فوق من البابي الومنيوم، وكتخليوه كيطيب على خاطرو. انا غادي نديرو في الكسكاس، يعني في الكسكاس كياخذ تقريبا واحد 40 حتى 45 دقيقه، وكتبقى المساله حسب الحجم ديال الدجاجه. كنتو مزروبين ديروه في الكوكوط، يعني على حسب نتوما اللي غتحكموا على حسب الوقت ديالكم. كناخذ هكا الدجاجه ديالي وكنديرها، درت الورق الفرن هو الاول باش ما تلصقش ليا الدجاجه ولا يتخسر الشكل ديالها. غادي ننزل عليها داك الشرموله ديالتها بحال هكا، غادي نغطيها ونحطها تتبخر. كيف ما قلت كتاخذ ما بين ساعه الا ربع، 40 دقيقه ساعه الا ربع حتى لساعه على حسب. اللي كنديروا فيها الكوردون دخل بسهوله خرج بسهوله، راه كتكون طابت. صافي غادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطر. نجيو دابا نحضروا البطاطا. البطاطا اللي شاركت معكم في الفيديو ديال الطاكوس وكانت عليها طلبات كثيره في التعليقات. البطاطا عادي كناخذها وكنقشرها بحال هكا، انا كتجيني مقطعه هكا مقاده، كنقطعها بهاد الاله هذه
ديال لا ماكوم باش نكحز البطاطا باش نوريكم. راها موجوده في السوق البنات ورخيصه، كدير 25 درهم صراحه، فلوسها حلال، كتعاونك من داك قطع وكتجيك البطاطا هكا مقطعه ومقاده بحال البطاطا اللي كنشوفو في المطاعم وداك الشيء والسناكات، كتكون هكا الشكل ديالها زوين. المهم معينا دابا البطاطا شديتها وغسلتها وقطعتها وغسلتها من داك النشا حتى ولا الماء ابيض عليها، نتوما كتشوفوا الماء نقي. بالنسبه للنجاح ديال هاد البطاطا، كتبدا من البطاطا نفسها، يعني البطاطا تكون بحال هكا. انا نقرب لكم الكاميرا، هذه هي البطاطا ديال النقلي، كتمشي عند الخضار كتقول له عطيني البطاطا ديال النقلي، كتكون هكا بحال شويه لاويه. انا داك البطاطا اللي كتكون حمراء وفيها التراب هذيك راه ما طليقش، هذيك كتولي حمراء، يعني كتدخليها للفران كتحمر سور بلاص، وحتى في القلي ما كتقلاش، يعني البطاطا اللي كتقلى في المقلة هي نفسها اللي كتصدق في الفران. صافي البنات، كنصفيها من داك الماء مزيان ودرتها في اللاطه اللي غتدخل الفران، درت الورق ديال الفرن ضروري من الورق ديال الفرن باش ما تلصق لكمش في المقلة ويجي الشكل ديالها خايب. غادي ندير عليها معلقه كبيره ديال الزيت فقط، وخلال هاد الاثناء يعني منين صفيت البطاطا وداك الشيء راه درت الفران ديالي يسخن على اقصى درجه، يعني كنسخن الفران مزيان باش ملي كندخلوها كنحضيوها غير كتبدا كتشنشن، وكننقصوا النار كنهبطها انا حتى ل 160 درجه. كان عندك الفران ديال الغاز غتسخني فرانك مزيان صافي، وتدخلي البطاطا تحسبي غير واحد شويه وتنزلي العافيه، يعني هذاك هو السر، يعني بحال كنعطيوها داك لو شوك، ومن بعد صافي كتبقى كتقرمش، يعني كننقصوا عليها الفران ونخليوها تقرمش على خاطرها، وحنا كنتحكموا في التقرميشه، يعني بغيتيها تجيك مقرمشه بزاف كتخليها مده طويله في الفران كتوصل حتى لساعه، كتجي مقرمله وكتجي صراحه زوينه بزاف. غادي ندير فيها كيف ما قلت معلقه وحده ديال الزيت، ما نفوتوش معلقه البنات، معلقه ديال زيت المائده بحال هكا، معلقه عامره كبيره صافي فقط بحال هكا. غادي نسرحها عليها وكنخلطها بحال هكا، نلبس هذاك المعلقه ديال الزيت، يعني كذاك البطاطا اللي عندي، وغادي نسرحها دابا في اللاطه صافي هكا كنقاده مزيان، يعني ما تبقاش وحده مراكبه فوق وحده باش يتقلاو ولا يتشواو مزيان. صافي الفروج ديالي ها هو طاب، خدمني تقريبا ساعه الا ربع. غادي ناخذ الزبيده هكا وندهنو، ودرت الفران ديالي سخون باش كنعرفوه طاب البنات، كنخشيو غير كيردون في سميتو في الخيط ديالو، الا دخل بسهوله خرج بسهوله، وما خرج لا ما لا حتى شي حاجه راه كيكون طاب. صافي غندهنو هكا كيف ما قلت بالزبيده، وغادي ندخلو الفران يتحمر. وهذا هو الشكل ديال البطاطا البنات اللي جبتها من الفران. هو البنات كتجي صراحه رائعه، كتجي بحال مقليه واحد النسبه مئويه ديه كبيره، وكتجي صحيه شي حاجه هكا زوينه نقدموها للولادات ديالنا. البنات غادي ندوزو نحضروا الرز، عندي هنا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، معاهم معلقه تقريبا حتى هي كبيره مع عمراش ديال الزبده. الزبده من اصل حيواني كتعطي واحد النسمه رائعه ملي كيتخلط هي وزيت العود، كيعطي واحد النسمه لذيذه بزاف في الرز. كان ما كانش راه ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. صافي غادي نخلي الزويته نحسب بها بدات كتسخن غير واحد شويه. غادي نزيد بصله مشلضه رقيقه بحال هكا، البصله كتبقى حسب الحجم ديالها، زعما كيبقى حسب شحال نتوما دايرين ديال الرز. انا دايره تقريبا زلافه. غادي نخليو داك البصيله حتى تدبل مزيان، خليت داك البصيله كتشحر، وجيت باش نوريكم الباقي ديال المقادير. عندي هنا زلافه ديال الرز الصفر الطويل، غسلته مزيان حتى ولا الماء ديالو صافي. هنا جوج مطيشات صغار متكتكين رقاق، ممكن نحكوها اللي بغات تحكها تحكها، محيده منهم طبيعة الحال الزريعه والقشره. عندي هنا شويه ديال الزعفران شعره طبيعة الحال حسب المتوفر، الا كان كيعطي واحد النسمه هائله في الرز، ما كانش ممكن ديروا الضويمه اولا ما ديروهش كاع، ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. وعندي هنا المنسمات اولا المنكهات اللي كيعطيو لهذا الرز واحد الريحه وواحد النسمه اللي هائله بزاف، شي حاجه رائعه بلا قياس. عندي هنا عود ديال القرفه، عندي ثلاثه ديال الوراق ديال سيدنا موسى، وواحد جوج نجيمات ديال انيس، وعندي هنا الهيل اولا القعقله واحد الحبيبات تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال الحبات، وعندي شويه ديال القرن. ملي كطيح داك البصيله غادي نزيد عليها مطيشه، ملي داك المطيشه بدات كدبل غادي نزيد داك المنكهات، خليهم يتقلاو ويخرجوا داك الريحه ديالتهم. يا سلام البنات على الريحه اللي طلعت دابا. هاد الرز ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم بزاف، يعني هي وصفه شرقيه، انا كنشوف انا شفتو عند المشارقه بزاف هما اللي كيحضروه بهذه الطريقه، وجربته صراحه وليت مدمنه عليه، كيجي هائل، كيجي بنين بلا قياس،
ولو انه ما فيه يعني ما فيهش اللحوم غير هاد المونوكيهات هادو كيخليو داك الروز كيجي من الالد. صافي دابا غادي نزيد الروز باش حتى هو يتقلى. صافي ملي كيتشحر بحال هكا وكيبدا بحال كيتحمر هنا كنتاكدوا انه شرب النكهه مزيان ديال هاد العناصر هادو اولا هاد المونوكيهات هادو وحتى انه ما كيبقاش كيتلصق يعني كيطيب مفرز. غادي نرويه دابا جوج زلايف ديال الماء. الزلافه اللي عبرنا بها الروز هي الزلافه اللي رويت بها جوج زلايف ديال الماء سخون. غادي نزيد دابا داك الزعفران ندير شويه ديال الكركم اولا الخرقوم بلدي شويه ديال البزار كيبقى حسب الرغبه والذوق. انا عندي مخلط بالبيض والكحل وشويه ديال السكينجبير. صافي هادو هما المكونات اللي غنديروا في هذا الروز. صافي غادي نحركو وغادي نغطيه غادي ننقص عليه العافيه نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو يعني حتى يشرب هاد السوائل. نسيت الملحه ما درتهاش غادي نزيدها دابا. صافي ونحرك ونعاود نسد عليه باقي ما طابش. البلاط راه كيبقى مفرز حبه على اختها شتو ما كيتلصق ما حتى شي حاجه. السر كله كاينه فداك التشحيره اللي كنشحروا الروز فداك الزويته شتو البنات كيبقى مفرز وكيجي رائع بزاف بزاف بزاف. ما نقدرش نصور لكم الريحه اللي طالعه منه. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا زينته بطريقه اللي بسيطه وفي نفس الوقت راقيه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات فعلا الدجاج كيجي لذيذ بزاف. اما الروز شي حاجه اللي رائعه كيمكننا كيف ما قلت نرافقوه مع جميع المشويات ديالنا سواء الدجاج او الحوت او اللحم. اما البطاطا فانا متاكده انكم الا جربتوها وليداتكم غادي يحماقوا عليها. فحتى لهنا كيسالي الفيديو كنتمنى انه يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش خليوا لي لايك باش تشجعوني وتشاركوا الوصفه مع صحابكم وحبابكم باش تعم الفائده. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات. كنبغيكم بزاف. سلام عليكم.